السلام عليكم. اليوم جايب لكم مقطع مونجس لكن بإضافة ثلاث مودات راح يشرح لكم خالد الحين المودات. أتمنى إذا عجبكم المقطع لا تنسون لايك والاشتراك وقنوات الشباب اللي معي كلهم في الوصف. استمتعوا. لعبة مونجس هي نفس العادية بالضبط. اللهم في ثلاث اختلافات. أول شيء في اثنين امبوستر، واحد منهم راح يكون شيب شيفتر اللي هو يقدر يتحول لأي شخص ثاني لمدة معينة بعدين يرجع لطبيعته. ثانيا عندنا اللي هو الجارديان. الجارديان هذا متى يتفعل؟ لما يموت أول شخص. أول شخص يموت من الكروميت راح يصير جارديان. الجارديان يقدر يحمي أي شخص، يعني مثلا يلحق الامبوستر، إذا شاف الامبوستر بيقتل شخص يقوم يحمي هذاك الشخص عن طريق يعطيه زي الشيل. ثالثا عندنا اللي هو الساينتست، عنده زي الأيباد يشتغل لمدة معينة تقريبا 5 ثواني يقدر يشوف فيها من الحي ومن الميت. شيب شيفتر يغير تحول الامبوستر حتى يقدر. ايه يقدر. اوه يعني خلنا نقول في ناس كانوا شاكين في خالد، يجي واحد يتحول كخالد ويقتل. اوه ما اقدر اسوي مهام. اوكي خالد خلص من دي، باقي اللي هناك. بعدين نفتح مره ثانيه. الله يستر الله يستر ليكم خالد. الله يستر ليك خالد. انا شكيت يوم رجع دخل ورجع يوم فكيت الكامات. يا رب شوف معنا شيء ولا بدون ريان. ايوه حطوها فينا الحين. خليه يتكلم. طيب ما قلت شيء. لو سمحت انا توني بطلع من الكاميرا تحت شوي وما شفت شيء وقفلتها. انا توني داخل. انا دخلت من البيت. سلم كمان. طيب اسج وين القتله؟ القتله بسيب الشيل تيد للوبن. سيب الشيل. وات؟ اوكي هذا المنطقه ما جيتها. اسمع 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 تقرب وين الوقت رجع يعني خلينا نشوف وين كان. الكل قديم. كيف قديم؟ الكل قديم. اول ما تسكرت البيبان. اول ما بدا الجيم. ايه. اوكي هو تسكر الباب اللي تحت حق الستورج بعدين تسكر حق الكافيتيريا. شوف ما تسكر مع الباب. بدايه الجيم ترى انا قابلت بندر الجهه اليمين، بس انه وشو قررت اني ما اروح والحق بندر. جاء طفت الانوار. اشرح لكم، خليني اشرح لكم. اصبر انا كنت بس هناك. اصبر محبوس. ايش اصور لكم الصوره؟ كنت محبوس باللور انجن. لا 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 ايوه هو قصدي اصبر باللور انجن. اثبات اثبات. كنت محبوس باللور انجن رايح للستورج طالع فوق للوبن. شباب اقرب اثنين محمد واسج، وانا اعطيتكم نظريتي قبل. يا عيال بندر تكفون. طوتوا اي شيء. يلا مع السلامه. زكيو بس انت فكروا محمد فكروا. واحس ان اسج صوت صوت صوت. دبل 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 دبل. اسج 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 اسج. هو يا عيال قايل لكم اسج قايل لكم اسج. كروميت خلاص خلاص كروميت خلاص. اخضر اسود. وات اثنين خالد. انا قلت اثنين خالد اثنين خالد. اوكي شفت شيء قدامي انا. سلوم وخالد من وين كنتم جايين؟ من لور. من الالكتريكال. الالكتريكال مريتوا الالكتريكال كله هذا. اوكي يلا يلا كمل كمل. ايوه شايفين الجثه شايفين الجثه قاعدين نلاحق انا وخالد. بس اقول لك يعني بي اكس بي كنا بالالكتريكال جاء واحد يشبهني يركض اسمه خالد. ايوه انا اللي خمت. بيكسب ما جاء. بيكسب ما جاء ما كان معنا فلوس. اجل بيكسب كنسل من الحسبه. ونجي هنا محمد جيم موجود هنا. حلو انا احس عادل ما له دخل. عادل وخالد ما لهم دخل. تكفى يا محمد تكفى. لا 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 انا شاك في محمد. تكفى الله يستر. انا افك وذا عشان كذا. اوكي محمد وقف. اتوقع انه بيقفل شيء او يسوي شيء. اتوقع انا مشاك في محمدين. اوكي يا معلومه زر الكيو ترى يقتل. ما اقدر اسوي شيء. ما اقدر اذبح يا عيال. لا تستهبل يا محمد. والله اني شاك فيك. ايوه يا اخي انا في محمدين كلكم. اقسم بالله اني قاعد تصوير محمدين. ايوه يا عيال البطاقه اللي ابو خالد. ساتر والله زعلان من خالد هذا. لا سبحان الله يعني ما قبلته وانت تاخر يعني. لا ما قلت الصراحة. طلعت في المرايا يمكن القاتل يطلع في المرايا. مشكلة انه في ضحكة يا عيال. طعم القطة. شو فيكم يا شباب؟ ترى بندر حتى ما عرف يبرر زي الناس. هو اسمع بس بس سكت. انا من فكرتي صدق ما شفت الا بندر. يعني يا الاخضر يا بكسب واحد منهم دام كل واحد يتهم الثاني. وين كان جيتكس؟ كان يسار. شوف محمد جيم وبكسب. انا جاي من جهة المونا وبنز فوق يمين. انا حطيت اتهام مباشر البندر الراوند اللي راح. انا دامني الحين مضمون
دامني محمد بندر. انا اقول شفته في بدايه الادمن ورقى فوق. انا كنت مع اللي في الكاميرات شايفنا بعد. انا شايف بندر رقى لفوق، كيف راح وصل للشيب ما ادري. انا اقول لكم شفته رقى فوق. لما متقمص بندر كان معي، كان يتحرك معي ما ادري، يمكن تقمص شخصيه ريان وراح ما ادري. يا ساتر يا ركز ويرحمكم. ايش ده بس بندر برا؟ لا تكفى سالت يا بندر نتفصل. اوكي يعني من ضحكته واضح انه هو. لا تكفى عادل يعني ريان هنا، متفوز جاي من هنا. اوب 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 انا بعد كنت في الكاميرات. محمد توك طالع انت وشفت عادل قاعد على الكاميرات. توني طالع وشفت عادل. اي كنت هو داخل ما ادري. عندي اعتقاد انه عادل. والله انا اتوقع عادل. بعطيكم ليش؟ قبل ما يطلع بندر اللي هو كان البوستر واحد، هذا اعتقادي كان يدافع عنه وايد. يفوتون عليه اصبر هذا اول شيء. شايف يقول يمين. طيب ثاني شيء، محمد فواز تو انكر انه شاف عادل، وعادل قاعد يقول انه موجود عند الكاميرا. طيب لازم نصوت يعني. انا ترى من الكاميرات تنزمع وكيفكم. نطلع واحد الحين لازم يعني. نطلع واحد. الله يقرأك انت ونتك يا بندر. دافع عنه ويوم جاي يطلع ضحك. والله عطا يا عيال فصل علي. يا رب يا رب يا خالد. دير يا روزمة. اوه هذه اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. ناخذ كلاش. اوه استعجل مبوستر. وش ذا؟ السلام عليكم. عندي استفسار بسيط. السلام والرحمة يا اخوان. انا شفتني قدام دخلت دخلت الالكتريك، رحت استورج لقيت الجثة في الالكتريك. انا قتلت نفسي. الله عصنت شهدت على نفسك. نصوت على كلاش. يلا بسكب مهمات. هنا في مهمة في لوبن كأننا نسويها. أوكي كأننا الكل جاهز. بس أنا بروح النافيجيشن ولا لا؟ بترك خالد. أوكي بترك خالد. أوه حط له دمولين. أوكي وش اللي أنا شفته؟ وش شفت؟ اوكي خالد وينك؟ انا الحين سيب الكوميونيكيشن. سيب الكوميونيكيشن. محمد جيم سيب الكوميونيكيشن. شفت خالد معك؟ ايه قاعد يخرشني واخرشه. تستغرب. بندر انا بالاورنجن. كيوريتي شفته. ايه شفته اوستم. شفته توك شايف الان يمر. ايه يمر طالع من السكيورتي. يمر دقيقه يمر. اصبر انا الحين بالسيب. شفته رايح فوق. سيب الاورنجن. انا شوز وينك؟ انا بالادمن وشفت القتله. حلوين. جي تكس كنت قاعد اسوي سلاك عند السكيورتي، وتوقع اوسم شافني وانا ضايع. اوسم شو اسمه ذا قاعد عند الكاميرات، فاذا شفت انت اوسم برا فاوسم يعني واحد. أوكي. انا اوسم عند الكاميرات. سيرج من وين جاي؟ جاي من الادمن على فوق. فوق الى تحت جاي عشان اطفي الكهرباء. شافك؟ لا. طيب انا بشرح اللي شفته. انا كنت في الالكتريك الاقي واحد خارج ما اتذكر من هو بالضبط. تقفل الكهرباء طلعت فوق اتاكد او ان احد جاي فنت وطالع الفنت، وانا نازل اشوف دم جثه، وعند الجثه لقيت اوسمز في حوالين انيميشن. يمكن جنست ما تصير ان الحاليا في هذا الوقت يا ان اوسمز يتحول يا ان اوسمز ذات تحول. انا اضمن اثنين اللي 100% اضمن محمد جيم وسلوم شوي انه صد كلامه كان بالوبن. يوم اني اروح يمين انا واحد لو الامبوستر. انا اقول لك يا انه بدا يحول الان يا انتهى التحويل. والله جبت ام العيد يا شباب. 4 5 انا بخاد يذبح بس يعني التاسك باقي عليه كثير. نقدر اسوي شيء فيها. نقدر نشوف في احد هنا. كوميونيكيشن ابغى اضمن دي كيو شوي عشان يمشي لي الوضع يعني. اندر اوكي احد زينا. ما اقدر اذبح. معلق الكل معلق الكل يا عيال. هاي وش اللاج؟ الو يا عيال كيف مالك قاعد؟ من يا عيال ايش قاعد يصير؟ يا عيال ماني قاعد اضغط ريبورت. ما
انا ما اقدر اضبط شايف الجثه من زمان فجاه كذا ايش فيه ام الحاله وين الجثه شباب وين الجثه بالالكتريك فجاه تليبورت عندي اربعه وانا ضاغط على ذا يقطع ام السس القوي انا ترى شفت شيء بالكاميرات انت دايم صح ايه ولا وانا طالع الكاميرات شفت شيء ترى وش شفت يوم وصلت اللورنجن شوف واحد جاي من الكتريكال محمد فواز جاي من الكتريكال من حاش من الكتريكال على كيفك انا جاي من تحت من الادمن انا هذا اللي شفته قدامي ما شفت طيب بالادمن بالكاميرا لا انا تركت الكاميرات نزلت تحت ويوم دخلت اللورنجن لقيته كان جاي لمي على اللورنجن كهرب طافي انا شفتك كهرب طافي؟ لا مو بطافي ما تسجل لا تو هالثانية شفتك جاي طيب كان الكهرب طافي زبدة واحد من تحن أنا كنت توني داخل الكهرب الآن قبل الريبورت كنت قاعد أحاول من اللي كان من اللي كان في الإلكتريك معي آخر شيء أنا وأنا وأنت وجيتكس بس ما أدري وش صار أنا كنت بزين الكهرب أوكي فكيت الكهرب أنا اللي صلحت الكهرب أساسا صلحناها بعدين انطفت صح؟ إي ما أدري صار انطفت مرة ثانية كيف انطفت؟ فجأة أشوفها كده زي تليبورت تليبورت عندي قتلة أيوة صارت ذبح فجأة بندر رأس برند هلا والله بندر شال أخبار شو ترى يمكن يكون سيلفر ريبورت أنا ما أدري بس ما يمين مع طياحة سوس لأن جاء زي اللاك ما أدري شو بواضح أي لا أصبر أنتم شفتم محمد فواز معكم يصلح توني داخل أقول لك لا أنا عارف هو واحد من الثلاثة علوم على الثلاثة أوسم أنا ما أحب الإلكتريكال وتعنيت إني كذا تقصتني ما أدخل وينك يا هالجي صار أقسم بالله والله ما أدري صار ارتفكت أنا ارتفكت خلنا نضمن محمد فواز أبغى أضمنه إذا جاء أحد بأخر عنه بابا سالفه يا والله معليش والله معليش خفت معليش برك كوميونيكيشن بتحول اوكي يا رب خالد يفهم يا رب في احد جايني اوكي الله انك منحوس والله اقسم بالله نحس عيال اقول لكم انه هو سلوم ولا جيكيت والله يا الزبل من ذبحاته بطريقه حلوه شفت يوم تحول تقول اوسمز انا تحولت قدامك عشان ما تشوفوش شخصيتي